اقول لك على سر. بص يا معلم، لو عايز تعظم اي حاجه تافهه وتديها اهميه فظيعه تبقلظها كده، اخبط قبلها كلمه سر بس كده، اديها اللقب ده، هي هترقي نفسها تبقى نمره واحد. ازاي مثلا؟ يعني لو انت كاتب روايه اسمها البلوفر الاصفر مثلا، دي مش هتبيع ولا فتله، ليه بلوفر اصفر؟ كلام فارغ. لكن لو اسمها سر البلوفر الاصفر، خلاص مبروك، انت في الطبعه الكام دلوقتي؟ احنا اشترينا كميه كتب صفراء عشان بس اسمها سر اي كلام. عندك مثلا لما واحده تقول لك انا جالي عريس، ده سر. شوف بص الحدث تافه جدا، تقليدي ومكرر، واحده بنت في سن الجواز يمكن تتجوز، لكن لما تعاملت معاه على انه سر تحول الى حدث جلل. او مثلا اللي يقول لك ايه، اقول لك على حاجه كاني ما قلتش. طب اعمل ايه؟ طب ما تقولش. لا هقولها بس كاني. خش اكتب على جوجل مثلا كلمه سر واستنى، هتلاقي جوجل مطلع لك بقى ايه كميه هيافات. سر البطاطس المقرمشه، سر البسبوسه الجاهزه، سر الغمازات، سر الخلطه، سر الرقم 13، سر الكون. زي بالظبط كلمه شاهد قبل الحذف اللي بتخلي الناس تشاهد فعلا. مرة كان في فيديو عنوانه انظر فضيحة سبونج بوب. ايه اللي ممكن يفضح سبونج بوب اكتر من انه سفنجة لابس بنطلون مقلوب؟ هيطلع ايه يعني؟ هدومه اتقلعت في المشهد بالغلط. لما تلاقي حد حاطط كلمة سر قبل اي اهداف عظيمة، اعرف انه نصاب. زي اللي يقولك مثلا انا بعمل محاضرات عن سر النجاح. بذمتك انت في حد في ايده سر النجاح ويبقى واقف الوقفة المهببة دي تحت شمسية في المكان المقزز ده والجاكت عرقان كده دواير؟ مش معقول يعني، مش ممكن. اول ينشر كتاب 798 صفحة عن سر السعادة الزوجية. هو لو يعرف سر السعاده الزوجيه كان لقى وقت يكتب كتاب زي ده، ما كان راح ينبسط بقى مع مراته ويقعد ينبسطه. في بقى كمان نوع مركب من الاسرار، اللي هي الاسرار اللي مبنيه على بعض، سر على سر على سر، لحد ما عملت كلكعه كبيره جدا مش عارفين اولها من اخرها. في الغالب دي بتبقى اسرار الستات على فكره. اديك مثال، فاكر لما اتكلمنا على سر العريس؟ ده بيتبني عليه سر ميعاد الخطوبه. سر ميعاد الخطوبه ده اللي بيبقى مقتصر على نخبه من اهل الثقه وبيتكتم عليه جدا. بعد منه في سر ترتيبات الجواز، ده هتحس ان هي عمليه الحفار مش جوازه. بعدين سر الحمل الرهيب، تفضل مكتمه على سر الحمل ده على زميلاتها في الشغل لحد ما يجي لها الطلق شخصيا وتنكر برضه، تقول لك اصل لا القولون مبهدلني وتروح على المستشفى. واللي شايف ان اسرار الستات هيفا، احب اديله فكره عن اسرار الرجاله. احنا كرجاله ممكن ندفع مبالغ كبيره جدا ونورط نفسنا في حاجات، كمبيالات ووصولات، نبيع بيت الظاهر وكل اللبش ده عشان نحتفظ بسر واحد خطير وحساس ومذل. لما الراجل مننا ينغلق في بولة الاستيميشن وبعد ما يلعب كتير في آخر الليل يطلع الكوز، السر ده لازم يموت معاك. ودي مش أهية في أسرار الرجالة، دي مجرد نقطة في بحر، بس أنا مش هقدر أفشي. ولا أفشي؟ لا أفشي بقى. لا أفشي بقى. يا أحمد أفشي وتبص. أسيبك وأفشي؟ معقولة؟ طب نورنا. أعظم سر بقى في العالم موبايل الراجل، حياته كلها فيه. الصندوق الاسود تلاقيه قافله بقفله ورزه ورامي المفتاح، وكل ما يجي يفتحه ويطفش الرزه من الاول. مش مصدقني شوف كده اي راجل بيبقى شكله عامل ازاي لما مراته تقرب من المنطقه المحظوره اللي هي 20 متر حوالين الموبايل. سلك شائك بقى وكلاب بوليسي، بعدين كتائب مشاه، في مدفعيه تقيله، وطيران في سلاح. الطيران ده هو بقى فاهم، هو اللي بيطير لما هي تتحرك تمسك، يوم هو طالع على الموبايل خده حطه في حضنه فاهم، وطبطب عليك ويزعق فيه، ولا مش تخلي بالك الموبايل كان هيقع حبيبي. هو طبعا بيستهبل، هو كان هيقع في ايديها طبعا وهو نايم. لو يعرف يبلع الموبايل ويشيله في معدته هيعمل كده. في الاخر بينيمه جنبه بحجه ان هو ظابط المنبه عشان يروح الشغل الصبح. برضه تلاقي مراته تتلائم عليه تقول له حبيبي بقول لك ايه، بيقول ما تحطش الموبايل جنبك وانت نايم عشان الذبذبات مضره. انا بحب الذبذبات، ذبذبيني ارتاح، انت ذبذبيني في حالي بس والنبي. افرض بقى ان الخطوط الدفاعيه الاماميه دي كلها اخترقت والموبايل وقع في ايد مراتك. يا ساتر. طبعا انا ما اقصدش فتحته. لا قدر الله. المهم الموبايل لو وقع في ايدها انت بتضطر تلجا لحرب شوارع على طول، تنزل بقى بالمقاومه الشعبيه، تضرب ازاز مولوتوف في الشقه، تخطف حد من العيال وتطلب فديه، اي حاجه. ولو كل الجهود دي فشلت ولسه مش عاوزه تسيبه، ما قدامكش غير حل واحد، روح ما بعدك روح، اخدش لها الحله التيفال الجديده. هي لو سمعت بس صوت حكه المغرفه المعدن في قعر الحله هيبقى قدامها يعني يومين ثلاثه على الاقل على ما تفوق من الصدمه وتفتكر موضوع الموبايل ده تاني، وتكون انت برضو قمت بالسلامه وخرجت من المستشفى. اشهر سر بنستخدمه يوميا هو كلمه السر اللي هو الباسورد، يعني بتاعت الفيسبوك، بتاعت الموبايل، الايميل، اي حاجه من دول. بهدله بقى يا عمنا لو نسيت واحده من دول بالذات بتاعت الايميل، وحشه قوي. لو نسيتها بتطلع لك مدام عفاف بتاعت الايميل، تحس ان الجهاز تحول لمدام اللي هو والنبي يا استاذ شيك لنا كده على اللغه دي كده، هو بتاعت الكيبورد؟ لا يا مدام حضرتك كله تمام. انا طب بالنسبه للباسورد بقى ما تشوف لنا مش شغاله ليه؟ طب عشان اعديك. انا متاكد الباسورد سليمه. طب واليوزر؟ كتبت اليوزر حضرتك احمد امين ات مش اهو سليم برضه. في العطله دي بقى اللهم طولك يا روح، انت روبوت يا واد، لا تكون روبوت ولا حاجه. حضرتك انا في مصر ده عالم ثالث، يعني معقوله اجيب روبوت بالشيء الفلاني اقعده على جهاز ب1000 جنيه عشان اخش على الايميل؟
طب بص شوف لنا الصور دي هي واكتب زيهم عشان اتاكد ان انت مش روبوت. والله يا واد شكلك روبوت وهتتعبني. بص خلاص اتعرفت عليهم، دوس بقى على التشيك بوكس اللي هي اللي تحت، هي اللي على الشمال دي اللي عند استاذ مدحت، عشان الاداره محرجين علينا ما حدش يعدي من غير الباص. وراضين انا بقى باي حاجه عشان ابني ثانويه عامه. يا عسل انت والنبي عسل. كلنا اكيد في مرحله ما خبينا السر بتاع ان احنا عملنا حاجات واحنا نايمين، اللي هو سر الفطيره. طبعا ما بيبقاش سر بقى تاني يوم، لان كل الجيران بيشوفوا المرتبه وهي على البلكونه، ماما بتطلعها بره تفك وكده. او سر محرج زي ان حد فتح عليك باب الحمام وانت مش مستعد، او انك بتترعب من فيلم عنتر ابن شداد، او ان فتاة احلامك في فترة كبيرة من حياتنا كانت فريدة سيف النصر، او انك كنت بتعيط وانت بتسمع اغنية اتغيرتي للفنان علاء عبد الخالق، او انك ما مسحتش الهيستوري بتاع الويب براوزر بتاعك والناس شافوه وده هيخسرك ناس كتير، او مثلا ان انت عندك سيكريت كراش بقالك 18 سنه ومش عارف تقول لها ايه لحد ما البنت اتجوزت وخلفت وزوت معاشها. اسرار كتير يعني، اديني قلتها لك كلها عشان تعرف ان انا ايه، ما عنديش حاجه اخبيها. انا راجل كتاب مفتوح، قلبي بفتح. يعني مفيش اي سر خالص خالص يا حبيبي، انا مفيش كده عيضه. طب بقول لك يا ابو حميد، قول لي يا حبيبي، هو انت اجرك كام في الحلقه؟ راجل مننا ما يقولش السالري بتاعه الا على رقبته، ولو قالوا يبقى سر يندفن معاه.